مركي يقول رئيسي ايا دولدة صوماليا وحا اي ديارد ادرتي موادرين تيدا جوغا كونفورت السودان او اي دقالو يعولادو كسودان يدو وسارد رمح الدبادة اي صوماليانا اي شاكتي ان اي دونيسو ان موادرين تيدا حالكازي كسو دابوشو مادام اي قاركو دالكازي كوغودن سيهين وحا وربحنتان صودري وريها صومالي شانل عبد الرساق جامع علم البلاغ. وزير وزارة أرمها دبده حكومة الصومالية مروة فوسي يوسف حاج آدم أيا شكت إن دولة الصومالية إديارة لغو تلقلي إن السوق عدم مواطنين الصومالية يكون قوضان سنقيبة كميدة دلك السودان تكونفريد أي أدريان هالكاسي سي مواطنين تاسي الصومالية دي بلغو سعالية دلك وضا دانكا كالوف دي وهو قامينا يسيها يها سفارة الشينة إي صومالية وي هونغ تاين أيا زوغاري مغالا دا مقدشة كوا أو سعودة الكودة لغو شاقي قيمين أي كسامين أيان قوبها أي دوريان إني دي بدي عتيرك كبلابان wufdigani ayaa markii ay soo gaareen garoonka diyaaradaha aadan cade waxa halkaas ku soo dhaweeyay safiirka Soomaaliya ee Shiinaha danjir Yuusuf Xasan Ibraahim Yuusuf Deeg xubno kale oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda iyo liba masuuliyiin kale masuuliyiinta ka socota dalka Shiinaha iyo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya Fawziyo Yuusuf Haaji Aadan ayaa xarunta wasaaradda arrimaha dibadda waxa ay ku qaateen kulan looga hadlayay xoojinta cilaaqaadka labada dal sidoo kale wufdigan ayaa waxa ay kulan la qaateen xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha amniga qaranka xukuumadda Soomaaliya Abuukar Daahir Cismaan xogayaha ayaa saxaafadda u faahfaahiyay waxyaabaha ay wufdigan ka wada hadleen wufdiga saaka ay soo dageen waxina joogeen 4 maalmood sidii wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka noo sheegteen waxa la kulmayeen hay'ado fara badan oo dawli ah wasaaradda fara badan iyo hay'ado kale oo hay'adaha dawliga ah سي حق بوحدة أو أروريان ونو عليان ودن كودي تشاينا أولا نغضان سي مركز دولة تشاينا أولا تماذو سي دي أو عاون الهيد دولة الصومالي وحيوان كوضا هذا اللي محكمي ده سي دي لنا أمنيغا أو كالمين الهيد وزارة داري مها قداي أمنيغا قرنغا إيه هي أذاها أمنيغا إيه هو سي ماذا وزارة ده سي دو كالة إن مشاريح دي هرأي أو سمايان أي ربان إنه يدبوها بين كو سمايان سينا بلاريان عبد الرزاق جامع علم بلاك صومالي تشانل مقديشو